إذا رح ننتقل لعند الشيف شادي برشة ملح، وبعد شوي رح أخبركم طبعا عن الكتاب الموجود بين إيدي لأنصحكم فيه اللي هو فو إفلام. شيف صباح الخير، يعطيك العافية. أحبائي صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم مع الشيف شادي لأول طلة هيك اليوم، بتنخبركم على شو عم نعمل هيك بالتفصيل شوي صغيرة. معنا 4 دقايق، قبل بشوي كمان طلعنا بس هيك حكينا بسرعة. العجينة عملنا عجينة هذيك المرة وعملنا منها الخبز العربي العادي، ومرة عملنا كمان الكعكة. نسيكم متذكرين الطريقة انه منرش مي على الصينية بتكون حامية بالفرن، اللي مش متذكر الطريقة يرجع كمان يفوت على صفحات كمان الفيسبوك ويشوف كمان الفيديو على اليوتيوب شيف شادي زيتوني. اوكي، طحين، زيت، خميرة وسكر وملح. اكيد بعدين على الساعة 12:24 رح احكي اكثر عن هيدي العجينة، ورح كمان تكتبوها قدامكم. هلا انا ما رح اقدم الطبق لانه ما رح نلحق بهالاربع دقائق، بس رح تشوفوا شو صار. من بعد ما عملنا العجينة خمرناها لمدة ساعة، من بعد ما خمرت قرصناها وانطرناها كمان تخمر لمدة ربع ساعة، صارت خمرانة مرتين. رجعنا مديناها وانا قطعتها مربعات، فيكم انتم تخلوها كمان دوائر، وحطيتها على صينية مدهونة شوي صغيرة بالزيت وتركتها كمان حوالي 20 دقيقة مشان تخمر. يعني 3 مرات تخمرت عنا العجينة. شو عملت فيها بعدين؟ جيت قرصت منها شوي، حطيناهم بالصينية وجينا عملنا بشكل كمان مربعة شوي صغيرة. رح فرجيكم كمان كيف طلعوا عندي وكيف صاروا عندي. طلعوا كيف بعد ما استويوا. بس اللي رح يصير هلأ انه انا عندي هالبولات الحلوين طلعوا بعد شوي رح يستويوا، اما هول استويوا من تحت بس ما استويوا بعد من فوق، طلعوا كيف؟ ما استويوا من فوق. اللي رح يصير انه رح نعمل هلا ترويقه حلوه من هالعجين. اول شيء اخذنا فكره انه فينا نعمل هالعجين، فينا نستعمله ببيتنا، فينا نعملهم مثل البول الحلوين، فينا نحشين اذا بدنا من الزيتون ومن الاوريجانو ومن الزعتر من البندوره اللي بدكم اياه. اللي رح يصير هلا انه حشوه من الجبنه كثير حلوه، يعني من الجبن الطرية أو الجبن البيضة القابلة للدهن، من التشيدر تشيز، من الموتساريلا، أي نوع من الجبن يلي بتدوب وطيبة وبتحبوها من دون أي مشكلة. شو بنعمل؟ نخلطها مع بعضها هيك، وبنجي على كل وحدة منهم، طلعوا كيف؟ وبنحط عليها هالخليط من الجبن، طلعوا شفتوا كيف؟ وحدة، أكيد نحن شو بدنا نعمل؟ بدنا نرجع نغطيها بالثانية بعد شوي. طلعوا كيف؟ وبنرجع بنحط عليهم كلهم سوا. انا ما راح اخبزهم هلا، راح اخبزهم بعدين حتى افرجيكم شكلهم كيف بيطلع وموديلهم قديه ممكن كمان يكون حلو. لكن العجينه اخذنا فكره عنها، اخذنا فكره اي نوع من الحشوات ممكن تكون بقلبها، وبعتقد فهمتوا انه انا بعد شوي راح اجي سكر عليها بالعجينه الثانيه. انا عندي هلا هون 5 وهودي 5، هلا بحطهم بالفرن بتدوب الجبنه، بس تدوب الجبنه بدي زينهم وحط عليهم من الخيار، من البندورة ومن الخس. بيطلع عنا فطيري بتطوج من الخبز الطازة مع أنواع من الجبنة مع الخيار والبندورة والخس، حلوين. أما البوليت لما هلأ بتفوتوا على الفرن وبتطلعوا بعد شوي بتصيروا حلوين هيك بتعقدوا. هي نسيت شغلي ما قلكن عليها، قبل ما العجينة تحطوها بالفرن ادهنوا شوي صغيرة بنتفة من الحليب السائل. نطرنا بعد شوي صغير، وصفة بتعقد بتجنن لمحبين جوانح الدجاج. كما بلشت كمان هلا احضر واقطع شرائح اللحمه تنعملهم بطريقه كمان جميله جدا، وفينا نقدمهم مع الرز مع النودلز مع كمان الكينوا او مع الشيا او غيرها من الحبوب مثل العدس كمان وغيرها. فكمان على الساعه 12:24 ما تنسوا الورقه والقلم دفتر الشيف شادي. نتركم جزاف لعندك. ثانك يو لك شيف، طبعا بنرجع لك بعد شوي وننضم لعده وصفات محضر لنا اياها. من اليازا ضيفي اليوم، ضيوفي اليوم رح بيكونوا سيد جوزيف النشار وطوني عي، ولكن قبل رح انصحكم بهالكتاب يلي موجود قدامي، موجود بكل المكتبات، فو افلام للاوتور بيير صايغ والناشر اديسيون دار النهار باللغه الفرنسيه. بيير صايغ 21 سنه، تلميذ بالسنة الرابعة حقوق، وعنده أصلا عملين قبل أو كتابين، أورور إي كريبوسكول إبين إي بيتال. فو إفلام في بقلبه 35 شعر بالفرنسية، ننصحكم أنه تحصلوا عليه. إذا مش عم بذكر أنه بيير صايغ إديسيون دار النهار، و
باللغة الفرنسية وهو طالب سنة رابعة حقوق. ضيوفي من اليازا، اهلا وسهلا فيكم الاستاذ جوزيف النشار عضو بجمعيه يازا، والاستاذ طوني عيقي اهلا وسهلا فيك كمان عضو بجمعيه يازا، والاثنين حضرتكم خبراء محلفين عند المحاكم لحوادث السير. نعم. والميكانيك. اول شيء بدنا نحكي، بنبلش بنشاطات يازا الجديده، شو نشاطاتكم هلا عم تحضر لها؟ بالبدايه نحن بنحييكم وبنحيي كل اللي عم يسمعونا، واليازا مثل ما حضرتك تعرفه وكتار بيعرفوا ان نشاطات اليازا ما وقفت ولا بتوقف. نعم. نحن نشاطاتنا كل ما نحن جمعيه خاصه، يعني مش جمعيه رسميه حكوميه، جمعيه خاصه معني بالسلام العامه بكل ما يتعلق بالسلامه. هلا انا رح نحكي، نحن موجودين رح نحكي عن سلامه السير وكل ما يتعلق بالسير. صحيح. فنحن نشاطاتنا مع اللي بتصير مع الجمع مع الجامعات مع المدارس مع المؤسسات اللي عندها سائقين زائدين نعمل لهم دورات كل ما يتعلق بالسلامة المرورية نحن كمان. نعم. معنيين بشكل مختصر، عفوا بشكل مختصر. نعم. سيستوني، هلا بما انه نحن بزمن العواصف والشتويه وكذا، اكيد في بعض النصايح اللي بتقدموها من خلال اليازا ومن خلال خبرتكم ك خبراء محلفين عن ثلوج العواصف التصحيط الانهيارات اللي بتصير وبتصير يعني موجوده، شو النصايح اللي بتقدموها من خلال اليازا ومن خلال خبرتكم؟ بننصح العالم بالجبال خاصه بالثلوج والعواصف والضباب، اذا ما كانوا كثير مضطرين يظهروا بكير بالجليد، ينطوا شوي للساعه حوالي الساعه 8 تكون فك الجليد. نعم. وخاصة إذا كان في عواصف وإنهيارات كبيرة. أها. وهيدي موجودة بلبنان يعني عم بتصير وعم بصير في حوادث من وراها وفي بسبب الجليد بسبب الثلوج. نعم. وهل عم بصير في رقابة على الخبراء المحلفين لما يزوروا الحوادث مثلا إذا كان اثنين فايتين ببعض عم بيكون في الحق موجود رقابة على الرقيب يعني موجودة؟ موجودة 100%. لأنه في أوقات ما كانت تكون موجودة من قبل، ما بعرف إن شاء الله تكون معكم عم تأكدوا على هالموضوع. أنا بدك تسمح لي شو قصدك بالضبط حتى أقول لك، الرقابة على الخبير قصدك؟ نعم. من قبل مين؟ من قبل رقيب تاني. من قبل حضرتكم، من قبل اليازا. لا لك لك شغله. هلا في كلنا بنعرف انه الرقابه موجوده ولكن مش بالشكل اللي المطلوب. نعم. يعني في اشخاص ما تاخذني بيكونوا فاتحين على حسابهم، وهذا بتعرف انه بكل شيء. هلا نحن قاطعين بازمه الازمه الغذائيه وعم تشوف شو في عم بيصير في كوارث، فالكوارث موجوده بكل المجالات. نعم. بس لنطمن لك بالك انه مبدئيا شبه مضبوطه القصه بهالموضوع يعني تقريبا. نعم. في ظلم بس مثل ما الله بيريد. ايه في ظلم. ايه اكيد في ظلم. يعني بتمنى انه ايه بتمنى انه يمكن من خلال اليازا كمان تاكدوا. نعم. على هالموضوع هذا، بما انه كمان حضرتكم خبراء محلفين يعني نحن عم نعمل جهدنا تيكون كل ما يتعلق بالسلامه العامه بشكل عام انه تكون ضمن الشروط اللازمه. نعم. بتعرف انت كجمعيه خاصه نحن بنعمل طاقتنا وبنعمل اللي لازم نعمله، ما تبقى الدولة. صحيح. كمان لها دور كبير. كيف يتم تجهيز السيارة لتكون آمنة وتوصل لمطرح مرايحة بشكل سليم، وخاصة خلال هلأ الفصل الشتوية عنا بالمين. عم نشوف صورة كتير مهمة. هذه نحن تعرضنا لها كتير مواضيع بما يتعلق بدفاتر السويقة. نعم. ومشاكل السويقة. هلأ الموضوع سألته حضرتك هو متشعب كتير، بس فيني اقول لك بشكل كمان مختصر ان الوقت ما لا تشعب. قل لي كيف تتجهز السيارة. لازم بدنا نعرف بالتفصيل كيف تتجهز. قبل ما نجهز السيارة. نعم. بدنا نجهز السائق. نحن باليازا بنعلق أهمية كتير كتير كتير. نعم. على السائق. ما نجهز السائق بالثقافة المرورية. صحيح. إذا كان عندي سيارة موديل جديد ومجهزة كل التجهيزات فيها وكل المواصفات موجودة فيها وما عندي سائق سليم ذهنيا وفكريا ومن ناحيه القانونيه بكون ما عندي شيء. فهمت علي؟ فاذا نحن باليازا بنشتغل على حتى نجهز السائق حتى لو ما كان معه سياره مجهزه كليا، قادر اذا كان لايق ورايق على الطريق قادر يوصل بسلامه. نعم. بس نرجع مفوت بتجهيز السياره، اول شيء بده يعرف يسوق، يعرف يستعمل السياره، بده يعرف كيف يستعمل المرايات، بده يعرف كيف يجهز الدويليبو، كيف بده ينفخ دويليبو، كيف بده يحط دويليبو، كيف بده يمشي على الطريق. هودي كتير مهمين. ال- 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 المعاينه الميكانيكيه الدوريه، مش بس نعمل له معاينه بكل سنه بس بالنافعه مثلا، بده هو يحس اذا حس على سيارته هيدي بالنتيجه بتنقله او بتقتله او بتقتل غيره. السيارة هيدي مش للعبة، بده يروح مشوار، هالمشوار هيدا بده يكون سليم، بده يكون محافظ على سيارته، كيف يقعد بالسيارة، كيف يسوق السيارة، كيف بده يتعاطى مع إذا سمع صوت منه مزبوط. إذا هلأ زميلي حكي عن التلج، السويقة بالتلج مش مثل السويقة بالعادة، السويقة بتكون عم تشتي كتير. هلأ بنعرف نحن بركة عم تشتي هالدني، مجال الرؤية مثلا بالشتي مش مثل بس يكون في صحو،
في مصابيح مخصصة للا في بالطبق في مصابيح مخصصة جديدة. طبعاً طبعاً. بس المقصود المصابيح هلا هون كمان في لعب على الحكي. المصابيح في مصابيح بتقدح عيون الأشخاص اللي بيكونوا مقابلنا بالوجه. صحيح. هودي واحد هيدي مسويقة هي ليئة وريئة بدها تكون ذوق وأخلاق علم وفن. هودي كلهم بدنا نجسدهم. يعني بتبلش من التربية بالبيت يعني طبعاً. قبل ما الواحد طبعاً يطلع على سيارة طبعاً نحن باليازة هيك نعمل. نحن بس هلا بدنا نحكي عن الشباب يلي بشفته بالشتوية. بس من خلال خبرتكم يعني هل بتشوفوا انه الشباب اللبناني بالاجمال عندهم لياقة وعندهم تربية للسواقة بشكل صحيح، ولا لازم يكون في بعض الدروس الخصوصية تنعطى للشاب قبل ما يفوت، مش بس هالفحص السواقة نحفظ هالدفتر ونمشي بين الحواجز؟ عندنا مشكلة بهالموضوع، مش بس بالسيارات، حتى بالفانات، حتى بالاوتوسترادات. يعني ما حدا بيترك مسافة امنة بينه وبين السيارة التانية. نعم. لا السيارات ولا حتى الفانات والباصات. يعني عندنا مشكلة كبيرة بهالموضوع. اوكي. طيب يعني نتمنى نحن على الدولة تاخذ هيك تدابير وتكون شوية جدية أكثر بالسيارة. طيب من خلال يازا ما بتتواصلوا مع الشباب بشكل أو بآخر؟ نحن بنعمل توعية، بس إنه يعني على نطاقنا. يعني بنبلش من المدارس، عندنا جمعيات، بس انه ما فيك تحكي على صعيد بلد كامل. يعني عرفت شو؟ نعم. طيب السواقه الليليه قلت انت ما واحد يقدح عيون الاخر اللي وصلت بوجهه يعرف كيف يسوق طبعاً. طيب كمان هلا بين العواصف والثلوج واللي عم بصير، في بعض العالم ساكنه بالجبال وبتشتغل صح ببيروت صح. شو نصايحك لالهم كخبير حضرتك ومن اليازا هلا كمان؟ حكيت حضرتك عن شغله كمان اساسيه، انه السواقه بالليل السواقه شيء وبالنهار السواقه شيء. نعم. يعني بالليل في عندي وضعيه الطقس، عند الليل بدي يكون منتبه أكتر. يعني اللي بيسوق بالنهار ساعتين بالليل بدي يسوق ساعة متواصلة، هيدي كتير مهمة. بالليل في عندي ضوء، بالنهار في عندي شمس. هلأ حكيت حضرتك عن الأشخاص اللي بينتقلوا من الجبل للمدينة. عندنا مشكلة وقت اللي بيكون في عواصف، أي أهم حياتك ولا هالنهار اللي بدك تاخده مثلا، عمتيك مثل، أو هالنهار اللي بدك تاخده حتى تستفيد فيه ماديا. يعني بدي واحد يكون ما ليش نحن بنعلق أهمية على السقف المرورية، لأنه بس يكون في عاصفة الناس لازم تضل ببيوتها، بس يكون في تلج أو في جليد مثل ما قال زميلي هلأ. الجليد ما بينسق بيترم معين بين الأربعة وبين الستة، لنقول ننطر شوي تروح على الجليد. إذا في تلج بدي حط سلاسل معدنية. هلأ هون بيرجع لفطنة وحنكة السائق، هو بيشوف كيف وضعية الطريق، كيف وضعية الطقس، بده يتأقلم مع الجو. هو بيعرف إذا كان يعني بيكون معود. ولكن هون في عنا مشكلة كبيرة نحن، إنه شباب اللبناني شبه يعني متهور. يعني بيقول لك أنا لو الطقس كان هيك بدبر حالي. طيب عندكم شي أبليكيشن بتفيدوا فيها المواطن إذا بيسوق ولا ما بيسوق ببعض المناطق؟ هل في؟ نحن الأشخاص اللي بنلتقى فيهم بالجامعات وبالمدارس، نحن بنحكي عن كل ما يتعلق بالسواقة، السقف المرورية بكل أبعادها. بنقول له إذا كان الطقس هيك لازم تسوق هيك، إذا عم تسوق هيك وزحطت سيارة كيف تستعمل دريكسيون. يعني كل هالتفاصيل نحن بنفوت فيها. يعني مش انه نحن، ولكن نحن قبل شوي قطعت شغلي، نحن ما فينا نفرض فرض اذا بتسمح. نحن جمعيه مش دوله بتفرض بتقول لك مثلا، مش فرض. إيه؟ عم بحكي انا تساعد وتعطي معلومات طبعًا للانسان يتابع. اليوم بفتح انا ابلكيشن اليازا بشوف اذا بقدر انزل من الجبل او لا، اذا سليمي القصه ولا لا. انا معك من هون كمان. بدي استفيد من الفرصه واقول السايت تبع اليازا www.yaza.org. نعم. يستفيدوا من كل ما يتعلق بالثقافه المروريه، وبتحطوا كمان معلومات طبعًا يوميه عليها. طبعًا بنحط كل المعلومات، إذا كيف كان الطقس، كيف لازم نسوق بهالطقس، كيف لازم نتنقل من مطرح لمطرح، إذا كان هيك شو لازم نعمل. برجع بقول لك موضوع السواقة صاير علم. بطل ما تأخذني طلعنا على دركسيون وسقنا السيارة. صحيح. بنعرف السوق ما بنعرف السوق، إذا عم تشتي شيء، إذا صاحي شيء، إذا في شمس شيء، إذا بالليل شيء، إذا ضوء عالي، كلهم هودي كلهم هودي ما فينا إيه. أستونيا الخبير شو لازم يكون عنده؟ خبير بعد نظر، لازم يكون عنده دراسة معينة، في كور بياخده ليكون خبير، ولا هي عن خبرة بتصير؟ أساسا هي بلشت خبرة. نعم. يكون عندك خبرة 15 سنة بالتأمين أو بالميكانيك لك حق تقدم للخبير. نعم. وهلأ حاليا عم يكون عنده شريط معينة تقدر يعمل خبير، مش بس خبرة، خبرة وعلم. خبرة وعلم وضمير. أكيد 100%. هيدي أهم شيء قبل الخبرة والعلم، يكون في ضمير، يكون يجي على 100%. حادث السير لو كان بيعرفه للشخص الثاني وعليه حق، ما ينقل الحق على ما بينتقل هو بالشكل لك. إنه بس المبدأ إنه السير شوي واضح وهين كتير. نعم. بسيط. بس العالم بتفكر إنه الخبير ممكن يساعد، الخبير بيساعد يمكن ب5%. صح. بيتوسط توصية بالشركة. صح. بس نعم. الحق ما بيتغير. يعني إذا واحد مش على الأوتوستراد إجا حدا فات فيه من الخلف، المسؤولية واضحة. يعني
الحق على طول. يعني اوقات عم بتصير لك انت بعرف انه ما فيها يلعب، بس عم بتصير اوقات خاصه اذا كان تابع لشركه اسيورانس معينه. نعم. بيحاول يخفف عليها الضرر قد ما بيقدر لا يمكن يبيض وجهه مع هالشركه. بتمنى انه يصير في رقابه اكثر على هالموضوع. ما عندي كثير وقت، لازم احكي عن تعاونكم مع قوى الامن الداخلي. نحن كجمعيه يازا، نحن ما في مرجع رسمي ومرجع ديني ومرجع. نعم. ثلاث نقط، نحن مع كل الناس على نفس المسافة. صحيح. مع أكيد. كل المرجعيات معروفين أنتوا أصلاً، وحتى يعني. مع الأحزاب ما تأخذني، يعني ما من ميز شخص عن شخص، ما عنا ميزة، نحن بهمنا أوكي. الإنسان. نعم. نحن التعاون مع قوى الأمن، أنا بقول لك بدرجة، خليني معلش خليني استعمل كوني خبير، أنا نحن 100% بالتعاون مع كل المراجع وخاصة مع قوى الأمن الداخلي. صحيح. نحن ما عنا مشكلة، ولكن الموضوع الأساسي ما بدك قرار، يعني هالعنصر اللي هو الأمن، هالضابط، هالمسؤول، ما القرار منه من عنده، عم نتعاون نحن وياه لأقصى الحدود، ولكن ما في حدود هو ما بيقدر يتخطاها، مثل ما نحن كمان في حدود ما بنقدر نتخطاها، نحن ما فينا نفرض على الدولة، نحن فينا نتمنى، نحن فينا ننسق، فينا نساعد، وهلأ نحن مع نشاطات كتير، نحن مع اليازا كمان، مع قوى الأمن، مع الجيش، من حي الكل، مع كل القوى الرسمية، نحن علاقة جيدة ونتعاون بشكل مطلق. صحيح. ونحن مستعدين. في إحصاءات جديدة على حوادث السير، هل يعني هي بارتفاع ولا بانخفاض؟ صح. مع كل هالتوعية اللي عم تصير من جمعيات عدة، يعني صح. كان كن هادي أو كان يازا يعني كمان وغيرها من الجمعيات. تحب تحكي شيء؟ لا عم تزيدها منقول. إيه نحن بالنسبة لنا إذا كان إنسان بحاجة للمساعدة مين ما ساعده، نحن ما عندنا مشكلة مع حدا أبدا ولا أي جمعية، ولكن نحن منقول بخصوص الإحصاءات، وهون بدي يكون دقيق مع حضرتك واللي عم يسمعنا أكيد حتى ما نكون عم نحكي شغلة مش بمحلها. عندنا الدفاع المدني، عندنا الصليب الأحمر، عندنا القوى الأمنية، يعني الـ 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 الإحصاءات مش دقيقة، ولكن نحن بمعدل 3 قتلة باليوم وللأسف، عدا عن المشاكل. يعني سمعتوني عم بقول على ازدياد؟ على ازدياد. نعم نعم نعم. ازدياد. سمعنا انه من خلال التوعيه عم بتخف نسبتها عن السنه الماضيه. هلا هي منا مش بشكل جازم، يعني 2012 كانت معدل 3، 2013 كانت معدل رجعت ل 2، ما هي منا ثابته. صحيح. ما المشكله بس ينعمل نشاطات من قوى الامن ومراقبه ومحاسبه، ما بيقول عنها يمكن 2013 انا ما شتت كثير بتصور، هلا 2014 في كثير شتي. ما هو المقصود مش بالشتي، لوقت اللي بيصير في توعي وبيصير في مراقبه، اذا بتلاحظ 2012 عملوا شهر امني. نعم. راح عنا قتيل، 2013 ولا قتيل. اها. 2014 نتمنى هلا كمان ولا قتيل، بس دائما قبل شهر. عم الشهر الامني؟ هلا ببلش قبل العيد، يعني مبدئيا من هلا لكم يوم المفروض يبلش. وبتعرف حضرتك نحن بنتمنى هلا هالشهر الامني يكون على السنه كلها 12 شهر طبعاً امني. طبعا، وخاصه ليله راس السنه يعني. طبعا. هيدا الشيء عم يصير بالتعاون مع قوى الامن الداخلي. طبعا. اللي مضبوط. طبعاً. انا بدي اتمنى لكم التوفيق، يعني الله يديمكم. نحن والله يكثر من امثالكم، لانه نحن بحاجه لكثير اشخاص يهتموا، وخاصه انه هالشباب اللبناني عم نفقدوا من خلال حوادث سخيفه عم بتصير على الطرقات من خلال شويه شتوت. ما تستعملوا اكيد تليفوناتكم لا الواتساب ولا التليفون. في 100 شغله. في كثير قصص، حطوا سنتور، استعملوا سلامة العامة والأمانة دايما قد ما فيكن، توعوا أولادكم قبل ما يطلعوا على جيدون هالسيارة، لأنه شغلة ديركسيون السيارة، لأنه شغلة مش هينة أبدا وخطرة. شكرا لوجودكم ولمشاركتكم معنا بعالم الصباح. بريك قصير ومن بعدها بنعود للمتابعة نحن وياكم. خلينا نحكي اليوم، رح نحكي عن رحيل الصبوحة كمان مع تانيا، ومن بعدها الشيف شادي بختام عالم الصباح بمحطتين ورا بعض. خليكم معنا.